السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. الحقيقه والواقع بيقول ان الاتحاد القوي ينفذ اللي هو عايزه مهما كان الكلام ومهما كانت الضغوط، طالما انت خدت قرار ومطمئن له ما يهمكش اللي بيجرى حواليك او رد الفعل. هو ده بالظبط اللي الاتحاد الافريقي لكرة القدم عمل، متصورا انه اتحاد قوي ولا يملك احد ان يراجعه. واي اتحاد عنده الشعور ده يقدر يدير منظومة مهما كان اختلافنا عليها وعلى مشاكل اللي موجودة جواه، وهي على فكرة المشاكل داخل الاتحاد الافريقي خرافية وكثيرة في كل الاوجه، تنظيم ومباريات وملاعب وتحكيم، وده أسوأ حاجة في المنظومة الإفريقية. التحكيم الإفريقي هو الأسوأ، ده وانت مغمض عينك ومتأكد ومرتاح، هو أسوأ حاجة في المنظومة الإفريقية التحكيم. الكل بيخاف منه، الكل بيتعاقب بيه ومنه، وازاي وليه؟ يعني الناس بتتكلم على نهضة بركان، وازاي نهضة بركان مر وعدى بعد اخطاء تحكيميه لصالحه قدام مباراه مازيمبي وانتقل للمباراه النهائيه، مع ان بعض الناس بتهاجم التنظيم والتحكيم الافريقي عشان النادي الاهلي معترض على منطقيه انك تلعب بطولتين نهائي افريقيا متتاليتين على المغرب او على ملعب مركب محمد الخامس، اللي النهارده قرر الكاب بشكل رسمي وارسل الى النادي الاهلي الذي كان يبحث عن هذه الرساله وهذا الخطاب ان المباراه ستقام يوم 30 مايو في ملعب مركب محمد الخامس او مركب محمد الخامس بالمغرب. قضي الامر الذي كنت فيه تستفتيه، خلاص الموضوع انتهى. النادي الاهلي الان امامه اما ياخد قرار بقى بانسحاب لو عاوز، او انه ينفذ الطلب والقرار اللي عمله الكاف ويجتهد داخل الملعب للفوز بالبطوله وتبقى البطوله الثالثه على التوالي مع موسيماني. تمام؟ طب كويس. هنا ياخدنا لايه؟ لفكره ان الاتحاد القوي ينفذ كلامه، ما يقعش تحت الضغوط ويتقبلها. هو ده. عشان كده هاخد الكلام ده واروح بيه على كلام اخويا العزيز خالد الغندور النهارده. قال ايه خالد الغندور؟ شوف يا اخي العزيز، هكذا قال لنا خالد الغندور. قال ايه على صفحته الشخصية على الفيسبوك؟ الانسان بيبقى سعيد لما يقول كلام ويطلع صح. وقت فوز الزمالك بدوري وكاس الطايرة واليد، دوري وسوبر وبطولة تصفيات افريقية في السلة، بعض الناس كانت بتتريق على جمهور الزمالك اللي بيحتفل بفوز فريقه على فيها هذه الالعاب، ولما هو كسب اللي كان بيتريق يعني فرح فرحة رهيبة، والإعلام مهتم جدا وقنواتهم كمان، وفرحة على التواصل الاجتماعي من كل الجماهير. دلوقتي عرفت إن أنت كنت بتتريق ليه، وشايف الألعاب دي ملهاش لازمة ليه، لمجرد أن الزمالك كسبها وكسبك فيها، وده اللي كان مزعلك. والأغرب كمان إن الزمالك كل ما يكسب بطولة، وهنا بقى اللي هنتكلم فيه، يطلع الاتحاد بتاع اللعبة يغير نظامها بعد سنة فوز الزمالك على طول، مثل السلة الموسم الماضي والطايرة هذا الموسم. سبحان الله، صدفة كل مرة. على العموم الرياضة مكسب وخسارة، وفي النهاية تعلموا تقولوا مبروك للفائز وهارد لك للخاسر، هي دي القيم الحقيقية، وده أمر صحيح يا خالد طبعا. ومثلا أنا زملكاوي وأبارك لجمهور الأهلي اللي هم أصحابي، والحقيقة الأخلاق والروح الرياضية تظهر وقت الخسارة مش وقت الفوز. هنا بقى بعد كلام الغندور لازم نروح ناحية اللايحة، لايحة اتحاد السلة بتاع السنة اللي فاتت واتحاد كرة الطايرة السنة دي. اللي حصل فيهم أي حد في الوجود لازم يتصور هذه الأمور. بمعنى خد معي، إما تطلع إحدى القنوات أو أحد البرامج بيهاجم اللايحة بتاعة كرة الطايرة التي سمحت بأن الزمالك يستطيع أن يأتي بمجموعة من اللعيبة الجيدة يستطيع أن يأخذ فيهم دوري وكاس، وأن اللائحة دي غير مقبولة، فنيجي بعديها تتغير اللائحة. صحيح ممكن تغيير اللائحة بتاع كرة اليد الطايرة في الصالح العام على اعتبار أنه جه مثلا عند 35 سنة وقال لك وقف،
ليه؟ مثلا نادي الزمالك عنده لاعب اشرف الحسن 42 سنه في ملعب السنتر والضارب، ومين تاني؟ النادي الاهلي عنده 42 سنه، ونادي الاتحاد 39 سنه. فانا اعمل ايه كاتحاد يد او اتحاد طايره؟ اعمل ايه؟ اللعيبه دي اللي هو جيل 2008 وانت شغال بقى ناشئين 2008، هم اللي شغالين لغايه دلوقتي سواء في الزمالك او في الاهلي. نعمل ايه؟ تفتق زي اتحاد الطايره انه يعمل اللائحه اللي انتوا سمعتوا عنها وقريتوها، مش هنتكلم في تفاصيلها يعني، فيها اشارات وبنود لان بعض الضرر يقع على نادي الزمالك خصوصا في موضوع المحترفين. الموضوع عند الزمالك وجمهوره مش في لعيبه 35 سنه ومش عارف مين يبقى ايه، لا لا، فكره انك تجبر انك تلعب مع المدير مع لاعب تعمل له عقد مده موسم. هلا طب انا بقى يمكن يحصل اغراء، اوجستي دليل موسم وحصل اغراء، النادي الاهلي خده زي كان بياخد على فكره اوجستي في الزمالك، اوجستي بوش مدرب السله اللي خد مع الزمالك البطوله اللي فاتت دوري مصري والبال الافريقيه، كان بياخد 4000 دولار في الشهر. الزمالك رفع لما جه يعرض عليه حسين لبيب وقتها عرض عليه مش عارف 16000 دولار في الشهر. النادي الاهلي جابه ب 30000 دولار في الشهر. ما اعرفش هيكمل معاه لغايه فين. لكن الارقام انت تبص تضحك عليها، يعني ده واحد زي حمزه المسوسي في الزمالك بياخد له 55000 دولار في السنه. و يعني 30000 في 12 360000، يعني حاجه كده 4000 في 12 تتكلم في 50000 دولار. فارقام هزيله بالنسبه لك، لكن بالنسبه لكره اليد والسله والطايره دي كبيره. هنا اللي زعلان الجمهور فكره اللعب في موضوع الاجانب، لان الاجانب هم اللي فرقوا مع الزمالك. تمام؟ هو بقى اتحاد اليد بيتكلم على انه ربط 2015 بالمواليد اللي هم عندهم 15 سنه بالفريق الاول عشان اطلع، لان انا الاجيال اللي موجوده لا تسطح الان لمنتخب مصر، وانها كل الاجيال عجوزه. في لعيبه بتلعب عجوزه رياضيا او سن رياضي 42 سنه و39 سنه و39 سنه و37 سنه و32 و33، دي كلها اجيال اللي بتلعب كره الطايره. فبتوع كره الطايره خايفين على الكوره، افتكروا دلوقتي مفيش مشكله، اتكلموا مع الانديه، قالوا الانديه الحقيقه لا ما تكلموش مع الانديه خالص. ومن هنا يجي يظهر بقى يتفتق لبعض الناس ان دي تشبه المؤامره. الحقيقه انه عدم الاهتمام بالانديه وسؤالها ده امر غريب. انك تاخد قرار وتنفذه، بس في حاجه في يعني الاهلي بيعترض على الكاف رغم ان في مراسلات بين الكاف والاتحاد المصري، احنا هنعمل كذا، هتوافق ولا لا، هتبعت ولا، يعني حصل حاجه. لكن دي لا، تصحى الصبح كده تنام تصحى تلاقي ده. السنه اللي فاتت في السله فكره ان الاول ما يدعمش غير بلاعب والتاني مش عارف ايه ويدفع 3 مليون جنيه ومش عارف ايه والحاجات التفاصيل دي اللي لغايه دلوقتي لسه شغال. لكن السنه دي اللي هيستفيد من اللائحه هو نادي الزمالك لانه ما نجحش وكان الرابع، فبالتالي هو اللي هيستفيد. اللي هينضر بلائحه السله هو النادي الاهلي. ده وجهات نظر اتحاد السله واتحاد الطايره، احنا بنعمل للصالح العام. لكن الجمهور ما بيتفاجئ، لازم يبقى عنده الاحساس ده، لازم يخاف من الاحساس ده، الاحساس ده ما يجي يقلق. طيب بعد كلام خالد الغندور اللي خلانا نتجه الى موضوع اللائحه بتاعت السله وبتاعت اليد، تعالوا بقى نروح لورقه جون ايبوكا. ايه ورقه جون ايبوكا دي يا جدعان؟ جون ايبوكا المعلومات المتداوله انه في تفكير نادي الزمالك ودخل الان في تفكير النادي الاهلي. طب هو هيروح فين؟ انبي هيعمل ايه؟ الزمالك زي الاهلي الاثنين الادارات خايفه من ان اللعيبه الاجانب اللي جابوهم من جوه الدوري المصري رغم تالقهم في انديتهم ما عملوش حاجه قويه مع سواء الزمالك او الاهلي. والدليل كابونجو كاسونجو في الزمالك جاي من الاتحاد السكندري، ووالتر بواليا في الاهلي جاي من الجونه، الاثنين ما نجحوش. فطول الوقت عندهم حاله قلق ان اروح اجيب جون ايبوكا او اتنافس مع الزمالك او اتنافس مع الاهلي على جون ايبوكا وادفع، وساعه الجد ما لقوش على ارض الواقع صاحب قيمه فنيه كبيره. ايه بقى الورقه دي؟ اللي بيحصل ان انبي عرف انه في عيون بيضاء جميله كده حلوه وعيون حمراء
عايزه اللعبه. فقام عامل ايه؟ كلام دلوقتي من داخل نادي انبي ان جون ايبوكا في محاولات مع جون ايبوكا لتجديد تعاقده مع انبي. تجديد عقده يعني هو لاعب عنده 25 سنه وناقص له موسم واحد، يعني في يناير اللي جاي يقدر يوقع لاي نادي. فدلوقتي لانه بقى العين عليه فانبي بتجري بالمشوار عشان تجدد العقد معاه، مش عشان يكمل بس، لكن عشان ترفع قيمته اكتر، لان هي الارقام اللي جايه لها او بتاعت ابو 18 مليون دولار 18 مليون جنيه 15 مليون جنيه لا عشان موسم انت هتعمل. فهم بيحاولوا يقنعوا جوني بوكا عشان يبقى ورقه ضغط على الزمالك والاهلي اللي عاوز يعني وياخد اللاعب، ياخد بالقيمه اللي هيبقى عايزها نادي انبي. هل جون ايبوكا هيوافق على كده اجدد عقدي؟ طب ما انا ممكن امشي بفلوس اقل واروح نادي زي الزمالك اسمه بتاع، او اروح نادي زي الاهلي. دلوقتي واحنا بنتكلم المواقع الاعلاميه الاهلاويه قاعده تقول ان موسيماني ليس ميالا الى جون ايبوكا بسبب والتر بواليا، وان والتر بواليا ما اداؤه اللي هو كان اختاره من الدوري المصري ما جابش النت كويس. فالراجل قلقان، الراجل ما اعتقدش انه كلم حد، لكن ده الكلام المتداول. الزمالك ما اتكلمش، امير قال انه تم عرض جون ايبوكا علينا. العرض ده مش ان نادي انبي راح كلم امير قال له يا امير، لا وكيل لاعب، وكيل لاعب كلم حد من المحاولين امير او حد من الوكلاء اللي بتتعامل مع الزمالك فقال له ده ايه رايك، طب ما تعرض الكلام ده على امير. فالراجل راح قال لامير، ده مش النادي انبي يعني، بعض شايف ان نادي انبي بيقول للزمالك تعالى بالعقل، مستحيل يعني. لكن اما نشوف بقى ورقه الضغط اللي هيشتغل بيها انبي على الزمالك والاهلي عشان يرفعوا المقابل المادي ويشتروا جوني بوكا، ولا الاثنين هيدوا ظهرهم لجون ايبوكا وما يجيبوش جون ايبوكا اساسا الموسم اللي جاي. بالمناسبه في صديق عزيز وزميل صحفي استاذ كبير يعني اسمه سمير البحيري. استاذ سمير البحيري هو احد الصحفيين القلائل اللي قعدوا فترات طويله جدا في الصحافه القطريه، يعني اعتقد فوق العشرين سنه موجود هناك وعاد مؤخرا الى مصر يعني. فهو كتب حاجه معلومه لازم ننتبه اليها، انه احد ان نادي الريان القطري تعاقد او ينهي الان تعاقده مع احد المديرين الفنيين الاجانب المتواجدين في مصر للانتقال اليه في اول الموسم القادم اللي هو 1 يونيو مقابل 4 مليون دولار في السنه، مع انه النادي ده الريان هيدفع الشرط الجزائي اللي موجود في عقد هذا المدير الفني. مين المدير الفني؟ لما تيجي تبص كده ناخدهم من فوق لتحت، مين مدير فني اجنبي في الزمالك؟ تقعد نورش مع بعض كده، فرير، وبعدين نروح عند النادي الاهلي ونورش تاني ونقول مين اللي في النادي الاهلي؟ موسيماني. ونروح على بيراميدز نلاقي ان بيراميدز عنده جونياس لسه جايش، ننزل سموحة عبد حميد بسيوني، ننزل بعد سموحة فاركو نانو اللي هو الجديد البرتغالي الميرا. طيب مين يا شادي؟ مين قاعد نبص كده؟ ما فيش هم دول. يبقى مين المدير الفني اللي ممكن يستقطبه الريان لصفوفه كمدير فني بقيمة كبيرة تصل 4 مليون دولار في السنة؟ على الورق ما فيش غير اتنين، فيريرا لانه خط تجربه كبيره وضخمه في السد القطري، وموسيماني الذي نجح نجاح باهر مع النادي الاهلي. يا ترى الريان القطري هياخد مين من الدوري المصري كمدير فني؟ فيريرا ولا موسيماني؟ هنعرف امتى؟ الاستاذ سمير البحيري بيقول انه في 1/6 الامور كلها هبان، 1/6 مش بعيد، اسبوعين اتنين ونوصل لواحد ستة ونعرف هل هناك مدير فني أجنبي موجود في الدوري المصري رايح بالفعل الريان القطري وتم الانتهاء والاتفاق على كل التفاصيل. الله أعلم، فلننتظر جميعا. لكن ليه بقول اسم الأستاذ سمير البحيري؟ لأنه أنا أعلم يقينا قوة مصادره داخل الكرة والدوري القطري في يعني الصحافة لخبراته الطويلة وطول امتداد تواجده
في قطر لأكتر من 20 سنة. شوفكم على خير في اللي جاي، ودايما أسعد بيكم، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد ماتش الزمالك النهاردة هنعمل لايف نتكلم فيه عن الزمالك وطلع الجيش، وإن شاء الله بعد يكون الزمالك فاز في هذه المباراة. شوفكم على خير في اللي جاي إن شاء الله. سلام.